جوري تبلي مصغر هيا بيرن تصغيري ترحي ترخيم كتحقير تحقير من التصغير اللي أنا ترخيم شيء وهو أن يحذف منه زوائد الاسم أما لقال ترخيم منادى فرخي هيا أو اللي بقى مثلا حرف آخر منادى كما حذف كر أم لي رأوي كلي حذف كري زوائد اسم ثانية اسمك مزيدة تو حرف زيادة كان اللي لا بيو لس حرف أصلي كان تصغير كيو وكل زهير وحريث مثلا زهير لأزهر ده أزهر يعني بقول يعني قلاوي قلي بيوي أزهر بزيريه أما زهرة يعني جوانو أوان قبل لواء أويك زيادة همزة كي لا يبي أمراز زيو هي وريكا أو أصلي كيبا زهير يا حارس مثلا الفكيلي لا بلا حرصك أي أمينة كيف حريس أقول ومن التحقير نوع يسمى تحقير تحقير الترحيم ترخيم لا تحقير على لبلين التصغير هي نوع هي كبيرا تحقير الترخيم وهو أن يحذف زوائد الاسم ثم يصغر أي حرف زائدة كان اسم حذف كري أمره مصغر كريته وكل زهير لا أزهر ذا بحث في همزة وحريز لحارس ذا بحث في ألفك أما تعب قال وتقول في ذا وتا ذيا وتيا وفي الذي والتي الذيا والتيا أما تصغيري مبنياتا لقال أوجول تصغيري كخوان دومانا كمعلوم أوله وفتح ثانيه وزيد قبل ثالثه ياء فرقه ياء ساكن علي أقول لما خالفت الأسماء الغير المتمكنة الأسماء المتمكنة يعني لكاتك دا كاسم غير معربة كان لتصغير دا بيتشواني اسم معربة كان بو ناسب مناسب أن تصغر باشا مناسب كمصغر كله على خلاف تصغيرها مثلا خلاف تصغيري أوان شكا أوان معربا أم أو متمكنة أم غير متمكنة حربي بس لوال إعراب بنا خلافي يكن وقل إعراب بنا خلافي يكن بيويست تصغيره كشان بيتشواني بي فيبقى أوائلها على الفتح يعني جواز بينك ببيتشوانه فيبقى أوائلها على الفتح فز أمانة أول كان لسرفة يضريتها ويزاد قبل آخرها ياء ولما قبل آخر كان ييك زياد دكريا وبعده ألف ولدواي آخر كيشيانا وألف جزافة أكري وتقلب ألفاتها ياء وألف كان إخوان أكري بيه وتدغم ودغم كريلا يكا مثلا إذا كان أجر ذا مصغر كده وذلك بحر مفتوح به دي أمجارة لبيش أو ألفو ييج إزافك ذي أمر أو ألف شك بيه حالبي ألف تر إزافك أبدا زي دي وتاني دي تعجبت التياو الذي بتا اللذياو الذي بتا اللتيا و بعضه وذلك في المفرد اجد مفرد عليك ها فتقول في ذا وتا ذيا وتيا بتشديد الياء تشديدك لانه اذا زيدت قبل الاخر ياء وبعده الف شنك اجر لبيج اخر جو اي زياكري ولدواء اخر جو الف زياكري ديار الو كتا يجتمع الفان دو الف كوبتو فتقلب الاولى ياء اول كبيه وتدغم دغم كري وتقول في الذي والتي الذيا والتيا بتشديد الياء ايضا وشي لانه اذا زيدت قبل الاخر ياء اقل في اخر ياء زاكر وبعده الف دواكش الف زاكر يجتمع ياءان دو يكوبته فتدغم دغمك ليك هو معلوم اذا مب ماشي المنصوب ده دين منصوب منصوب شيء دعاء مصغر المنصوب وهو الملحق باخره ياء مشدد للنسبة إليه أوج أويا كملحق بوبي بآخر قوي يكي مشدد بوشي ياء مشدد كي بيوعد عقراوة للنسبة إليه هتاوكو نسبة بولا بدري مثلا توازيلا رجل بغدادي ببغدادي كي يأي نسبة بيوعد بيوعد منصوبة ملحق أيسا بغداد لفظي بغداد أوي كوا بغدادي منصوب نية منصوبة كبغداد الروتكية كيشتاية كمان بيواننا حال ولا جاء لواقعة أوج منصوبني هنا بغداد منصوب إليها موصوفة كي ها وتاني وهو الملحق بأخرية
ياء مشددة لبرشي للنسبة يعني لبر أوي بوابا مسند إليه أي معنى كانوا بوابا شنو وقت يا رب بغداديون لا أصلا موصوفة كي هي حالبي يعني موصوفة كي بوابا منسوب خوشي بوابا منسوب إليه كموصوفة كي ولا نسبة دراوة. أقول لما فرغ من الصنف الثاني عشرة وقتك مصنف ليبوتو لبشيد وعصدهم شرع في الصنف الثالث عشرة دسي كردوة ببشي صيصدهم أعني المنصوبة كمنصوبة فعرفه بما عرفه يعني تعريفي كردوة بويك تعريفي كرد وإنما احتاجت النسبة إلى زيادة يعني بوي نسبة على احتيال ولا أو زيادة لأنها شنك نسبة خوي معنى حادث معناه كي بيابوة كالتثنية والجمع وكو شون تثنية وجمع معناه تازن لسر اسمك مفرد بيابي فلا بد لها من علامة تدل عليها فس حتما أبي ببيبو أو نسبة شع علامته كدلالة لسر نسبة كبكا أي بو أشهر يبي عوا وإنما تعينت الياء بو يهريا لأنها من حروف اللين شن كياك لحروف لين أي بواو إزافة نكرا وإنما لم تزد الواو لأن الياء أخف من الواو بواو زياد نكرا شكا يا خفيف ترى الواو أي بو ألف زياد نكرا وإنما لم تزد الألف مع أنها أخف من الياء بو ألف زياد نكرا لقل ويكا يا خفيف ترى الياء كرا ألف خفيف ترى الياش لأن النسبة في معنى الإضافة شن خوي نسبة لمعنى إزافة كردنا يعني اشتيك ملحقة بيبا اشتيك كتر وادريتا بال اشتيك كتر فإن قولنا رجل بغدادي في معنى رجل مضاف إلى بغداد لحكم وهي قول الرجل كم زاوة لي بغدادك والياء قد تقع مضافا إليها يجاري وهي بيبا مضاف إليه وكو غلامي حالبي أي بويا كمشدد كرا ولا وإنما شدت الياء شددت الياء بويا كمشدد كرا لألا تبس بياء الإضافة تا التباس بينك بيا إزافة يعني متكلم كما قبلك إزافة كرا أولا وإنما خصوها بالآخر أي بو أبي أو علامة الآخر وبي قياسا على بو يكان أو يكان قياسا على ياء الإضافة بقياس بلا ياء إزافة هاي إزافة يعني متكلم لآخر وبي بعمل لآخر وبي والألف والياء في الملحق بمعنى الذي وأو ألف أو يي كلام الحق دايا الفلاني يعني والالف والين الكتيابي البغدادي بمعنى الذي ابي اوكاته اجما ستبل البغدادي يعني الذي منصوب الى بغداد وهو اويش عباره عن الاسم وعباره الى اسم فيكون بمنزله الجنس فاز بمنزله الجنس اي الاسم الذي الحق باخره اولا ان كان يعني راعي المنصوب وهو الملحق كلمي الملحق نيا عليك لا سرا يجيء ألف لامك لا الملحق داعي بمعنى الذي عالم يعني كواتم الملحق جبته ألحق يعني الذي ألحق بآخره كواتاء سبرين بغداد ليوا بيلين منصوب هرشن لو مثال ما شم ببغداد بيجين بويك منصوب إليه ببلي وله أوله منصوب أويك ملحق بآخره كي وببي يكي مشددة بالي فيكون بمنزلة الجنس وقت منزلة الجنس هي أي الاسم الذي يعني أو اسمه ومنصوب أو اسمه كألحق بآخره وبقوله ألحق بآخره يا أون وبقوله خيك عليك بآخرك يوم الحق به يخرج أبو قولا ما لم يلحق بآخره شيء أو اشتخارج أكاكا بآخرك وهيج ملحق نبو به أو ألحق غير الياء ملحق ولي نبي عيسى الرجل منصوب نية شون هي لا عقل واخرك رجلاني هرشان شد ملحق بو بآخرك يوا ملحق واخرك ولي ينية وبقوله مشددة يي مشددة يخرج نحو غلامي باشا خارج أكا ما ندي غلامي كي ملحق بآخر ولي مشدد نية وبقوله للنسبة إليه يعني بو أويكا وابقي يعني كنسبة بولاي اسمك دراوة يعني مجرد ليك ولا دراوة يخرج نحو كرسي إذا أو كرسي يي مشدد بيوة بو أوانيا كاشتيق نسبة دريا بولاي كرسيك وفائدة النسبة فائدة صفتي وفائدة
نسبة ديجانية فائدة صفتها وتخصيص جانية مش الوحيد. لا تخصيص. ما وفق ليش؟ كذا بلاش أخوان.